بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، جامعة الأقصى، كلية العلوم التطبيقية بقسم الكيمياء، نبدأ في استكمال شرح غاز كروماتوغرافي لكتشر نمبر 9. المرة السابقة انتهينا من الحديث حول كروماتوغرافي and different types of stationary phases. المرة راح نستكمل الانسترومنتيشن فور غاز كروماتوغرافي. as we said مرة راح نتكلم عن الجي سي ديتكتورز. احنا حكينا سابقا هذا هو الفيجر المتمثل في الغاز كروماتوغرافي، ويتكون من 5 مكونات: كارير غاز او غاز سبلاي سيستم، من ثم سامبل انجكشن سيستم، كولوم ثيرموستاتينج اند كولوم سيبريتنج كولوم detectors and signal processing and readout device. إذا في عندنا البارتس المتكونة هي كالتالي: number 1 gas supply system، number 2 sample injection system، number 3 separating column، number 4 thermostating detector signal processing and readout device. طبعا نتكلم عن كل بارت بشكل موسع. اليوم راح نتكلم عن الديتكتورز. طبعا في عندي اختصارات: FID, TCD, ECD, MBD, FPD, AED, BID, MSD, Single or Tandem. طبعا آخر شيء اللي هو التاندم. Detectors. طبعا بالنسبة للمجسات المستخدمة في ربطها مع الغاز الكروماتوغرافي، إلها General Characteristic معين تعتبر للايديال ديتكتور المستخدم. لذلك هذه الخواص لازم تتوفر في الديتكتور حتى تكون ممتازه او مناسبه للعمل. نمبر 1 adequate sensitivity. ليش؟ لان احنا نتكلم عن low concentrations of detection. 2 good stability and reproducibility. 3 linear response over several magnitudes of order، حتى انه نستخدمه ل wide range of concentrations. نمبر 4 it should be stable for temperature ranges from room temperature to 400 Celsius، لأنه شغلنا احنا كله بيعتمد على درجات الحرارة في عملية الفصل. 5 rapid response which mean short response time. ليش؟ لأنه احنا نسجل السامبل سمول، فإذا كانت مرت عن الديتكتور وما استشعرته هني تبصير مشكلة، لأنه ما راح يطلع أي response أو signal. Number 6 high reliability and ease of use. طبعا لازم يكون سهل الاستخدام وواقعي بالنسبة لعملية التحليل. 7 uniform response to a wide variety of chemicals. وهذا طبعا خاصية مهمة جدا، انه يكون عندي استجابة منتظمة للعديد من المركبات الكيميائية المختلفة. لانه اذا كان الديتكتور يعني خلينا نقول limited for some compounds، بتم الجهاز limited، واحنا بنعرف انه الاجهزة نوعا ما سعرها عالي الثمن، لذلك لازم نستخدم الأكبر عدد من المركبات الكيميائية في عمليات التحليل. 8 should be sample non destructive، لأنه أحيانا أنا بحتاج السامبل، لذلك should be sample non destructive. طبعا the following devices are common types of GC detectors. الديتكتور التالي هي أكثر ديتكتور تم استخدامها أو هي أكثر شيوعا، بالرغم إنه في غيرهم: thermal conductivity detector TCD، flame ionization detector FID، nitrogen phosphorus detector MBD، electron capture detector ECD، atomic emission detector AED، mass spectrometer. طبعا هنا ال MS طبعا coupled with GC اذا كان عادي او tandem. concentration sensitive and mass flow sensitive detectors. طبعا بالنسبه للديتكتورز should be sensitive to concentration and should be sensitive to mass flow. The choice of detector always depend on the analyte and how the GC method is being used, analytical or preparative scale. The first detector which most common thermal conductivity detector TCD. طبعا هذا الجهاز بيعتمد على سلك حراري، لذلك احنا بنسميه كثيروميتر or hot wire detector. ليش؟ لأنه إحنا نعتمد في عملنا على هات وير. First universal detector developed for GC. أول ديتكتور تم اكتشافه للجي سي.
طبعا كثيروميتر لانه كمان بيعتمد على الحراره. بروسيس، كيف فكره العمل؟ فكره العمل تعتمد على ميجرينج بالك بروبرتي اوف ذا موبايل فيز ليفينج ذا كولوم، على قياس طبعا اللي هي خلينا نقول خاصيه معينه للطور المتحرك الذي يترك العمود. ميجرينج ابيليتي تو كوندكت هيت اواي فروم هات واير ثيرمال كوندكتيفيتي، طبعا بتعتمد على قياس القدره على التوصيل الحراري من خلال سلك حراري موجود داخل الديتكتور. Thermal conductivity changes with the presence of other components in the mobile phase. يعني لو احنا استخدمنا الموبايل فيز بدرجة حرارة معينة، طبعا هاي بتكون مرت على الثيرمال واير او الهات واير، السلك هذا يتغير طبعا حسب درجة حرارة الموبايل فيز. طبعا اذا كان في مكونات اخرى، اذا كانت هناك مكونات اخرى، هذا بيؤدي الى تغير كذلك في الثيرمال كوندكتيفيتي اوف ذا ديتكتور. اذا هنا اساس الشيء ثيرمال كوندكتيفيتي تشينجز وذ ذا بريزنس اوف اذر كومبوننتس ان ذا موبايل فيز. طبعا بالنسبه للديزاين، تصميم الديتكتور، تصميم الديتكتور بيعتمد على قنطره ويتستون، الويتستون بريدج، based on electronic circuit known as Wheatstone bridge. Circuit consists of an arrangement of four resistors with a fixed current applied to them. طبعا بالنسبة للسيركت بتتكون من أربع مقاومات، مقاومة واحد اثنين ثلاثة أربعة. Thermal conductivity changes with the presence of other components in the mobile phase. طبعا في عندي two resistors، واحدة reference والثانية بتروح على الكولوم اليوانت. لو احنا اعتبرنا انه الموبايل فيز بدنا نقسمها قسمين قبل الذهاب الى السامبل انجكشن سيستم، ففي عندنا جهه راح تروح على الريفرنس وجهه راح تروح على الكولوم اليوانت حسب الرسمه السابقه. في عندنا ار 3 وار 4. طبعا في عندي هنا الموبايل فيز لحالها، هنا الموبايل فيز لحالها، الفرق ما بينهم بده يكون دائما هنا حسب الجهد صفر اذا كانوا متشابهتين R1, R3 and R4. لكن إذا كان هناك مركب آخر مع R3 في حالة الكولوم اليوانت بتصير هنا موبايل فيز لوحدها، هنا موبايل فيز زائد أنالايت، وبده يكون هناك فرق في الجهد بين النيجاتيف أند بوزيتيف بوينتس ناتج عن وجود الأنالايت، وهذا بنسميه تغير في التوصيل الحراري بسبب وجود الأنالايت. طبعا هناك علاقة طردية بين الكونسنتريشن وما بين اللي هي الثيرمال كوندكتيفيتي. النقطة المهمة the voltage between point positive and negative اللي هو فرق الجهد هنا will be zero as long as the resistance in the different arms of the circuit are properly balanced. يعني أنا بعمل لهم balancing في حالة موبايل فيز موبايل فيز، وبعمل القراءة هنا صفر. One resistor in contact with mobile phase leaving column. هنا هاي الموبايل فيز اللي بتيجي من العمود. Another in contact with reference stream of pure mobile phase. هلا بدنا نعمل splitting عادة نستخدم splitter for mobile phase. واحدة بتروح مباشرة على الديتكتور والتاني بتيجي على العمود، وبعدين بتطلع الديتكتور بتلاقوا عنده differentiation detector. طبعا هنا as solute emerge from column، عند خروج الانالايت من العمود change in thermal conductivity بيؤدي الى تغير في التوصيل الحراري ل R3. Change in amount of heat removed from resistor بيؤدي إلى تغير أو إزالة جزء من الحرارة من الريزستور. طبعا change resistor's temperature and resistance بيغير درجة حرارة الريزستور والمقاومة تبعتها. Change in voltage between positive and negative مما يؤدي إلى تغير ما بين البوزيتيف والنيجاتيف في قيمة الجهد الكهربي الناتج. Considerations طبعا هنا في عنا اعتبارات لازم اخدها في حسابي عند استخدام هذا الديتكتور. Mobile phase must have a very different thermal conductivity than solutes being separated. طبعا هذا of course لازم يكون واضح. Most compounds separated in GC have thermal conductivity of about 1 إلى 4 في 10 أس ناقص 5. H2 and helium are carrier gases with significantly different thermal conductivity values. طبعا ال H2 والهيليوم من الغازات المستخدمة كطور متحرك في حالة استخدام اللي هو ال TCD thermal conductivity detector. هيدروجين، المشكلة انه الهيدروجين له disadvantage
react with metal oxides present in the resistor, so not used. لذلك دائما المستخدم في الحالة هذه بتكون عندي الهيليوم. Advantages, شو الفائدة منه الاستخدامه؟ Truly universal detector, applicable to the detection of any compound in GC, simple, wide linear dynamic range, non-destructive, useful for detecting compounds from preparative scale columns, useful in combination with other types of GC detectors. طبعا اهم بعض الخواص انه truly universal، يعني هنا كلمة universal انه الديتكتور عام يستخدم للعديد من المركبات الكيميائية بغض النظر عن الفانكشنال جروب او عن نوعيتها. Application to detection any GC, any compound in GC. Simple, بالفعل simple. Wide linear dynamic range. طبعا هنا في عندي disadvantage في المقابل انه relative low sensitivity، يعني الحساسية تبعته منخفضة، لذلك انا محتاج الى high concentration نوعا ما. Detect mobile phase impurities، لو كان في عندي impurities في mobile phase detection. Sensitive to changes in flow rates. Limit of detection 10^7 molar, much higher than other GC detectors. هذا طبعا thermal conductivity detector بشكل اخر، اي الريزيستور اللي 3 والأربعة، الكولوم هنا 3 وهنا 4، انا شكل شبه حقيقي لها، وبعد هيك الترين بروها على الويست. طبعا مش داعي نعيد الشرح. النوع الثاني flame ionization detector FID، وهذا طبعا من الديتكتورز الواسعة الاستخدام، most common type of GC، شائع الاستخدام في GC، وهو موجود عندنا بالجامعة. هذا احنا طبعا الديتكتور استخدمه، الاولاني موجود بس الاولاني اللي هو تي سي دي مشكلته انه low sensitivity، بينما هنا الـ FID is better. Most common type of GC, universal detector capable of measuring the presence of almost any organic. دائما بنستخدمه لمعظم المركبات العضوية. طبعا principles of operation، كيف بيشتغل الجهاز؟ الجهاز طبعا هيئته عندي بالشكل هذا، مكوناته عندي الكولوم، بدي فرغ لي المادة من هنا كولوم اليوان، فبدي يتكلم بدي يتكون من عندي مصدر هيدروجين اشتعال اوكسيدنت، منيح، وفي عندي طبعا السامبل، وكلهم بيلتقوا على منطقة فيها لهب. انا عندي لهب طبعا ناتج نتيجة اشتعال الهيدروجين والاكسجين، وطبعا في عندي تو الكترودز، التو الكترودز هذول في المنطقة هذا بده ينتج كرنت، تيار كهربائي، طبعا نتيجة لوجود اللي هي بعض المركبات او بعض الايونات عفوا اللي عليها شحن، اللي بتؤدي الى طبعا تطور تيار كهربائي ما بين التو الكترودز الموجودين فوق منطقة اللهب، وهذا التيار الكهربائي بيكون متناسب مع التركيز. خلينا نكمل. Measure the production of ions when a solute is burned in a flame. إذا هنا في المنطقة هذه بنقيس الأيونات اللي بتنتج نتيجة تحرق المركب العضوي. Ions are collected at an electrode to create a current. هذه الأيونات بنجمعها على الأقطاب هذه حتى ينتج عنها تيار كهربائي. طبعا التيار الكهربائي يتناسب مع التركيز اكيد، لانه كل ما زادت الايونات بده يزيد التيار الكهربائي. Advantages، طبعا هذه الادفانتجز universal detector شبيه بالتي سي دي، does not respond to common inorganic compounds. هذه تعتبر طبعا نوعا ما advantage disadvantage، لانه انا احيانا بدي استخدم للانورجانيك. Mobile phase impurities not detected، هذه ممتازه، هناك detected هنا not detected. Carrier gas not detected. Limit of detection، وهذه مهمة، FID is 1000 times better than TCD، أفضل من TCD بألف مرة. Linear and dynamic range between better than TCD. Low noise ruggedness. Disadvantage إنه المشكلة إنه أنا هنا بكسر العينة، فبنسميه sample destructive. النوع الثالث nitrogen detector. طبعا الـ FID ما كان بيستجيب للمركبات غير العضوية، لذلك تم تطويره إلى شغلة بنسميها نيتروجين فوسفورس ديتكتور. طبعا بيعطيه بياخذ نفس فكرة الـ FID، used for detecting nitrogen or phosphorus containing compounds، يعني بيجي بدي يشتغل على جميع المركبات بما فيها المركبات التي تحتوي على النيتروجين أو الفوسفور اللي هي المركبات غير العضوية. Also known as alkali metal ionization detector
اور ثيرمو ايونيك ديتكتور. كمان بنعرف على انه هو الكالاي فليم ايونيزيشن ديتكتور او ثيرمو ايونيك ديتكتور. الفكره نفس فكره العمل ونفس المكونات، ما عدا فقط بنضيف مركب كيميائي الكالايبيد نسميها، نقطه صغيره او خرزه من الكالاي ميتال. طبعا هنا principles of operations same basic principle as the FID. الكولوم اليوانت مع الانالايت والاير الاوكسيدنت والهيدروجين الفيول، وبده يصير عملية اشتعال هنا للغاز. اشتعال الغاز ده تيجي طبعا تحمل مع هنا الكولوم، بده يجي مع السوليوت. measures production of ions when solute is burned in a flame، بقيس لي قديش طبعا الايونات المشحونة لما نجمعها حول الأقطاب. ions are collected at an electrode to create a current. الأقطاب بتتجمع على الأيونات تتجمع على الأقطاب حتى نقيس اللي هو التيار الكهربائي. contains small amounts of alkali metal vapor in the flame. هذه بتحتوي على كميات صغيرة من فلز قلوي حول اللهب. enhances the information of ions from nitrogen and phosphorus containing compounds. طبعا إضافة الألكالايبيد تؤدي إلى تسهيل في عملية تكوين الأيونات للمركبات التي تحتوي على ذرات أو ذرات النيتروجين أو الفسفور. إذا هنا كل الفكرة من الإضافة للألكالايبيد إن المركبات اللي بتحتوي على نيتروجين أند فوسفورس أساعدها على إنها تتحول إلى أيونات، وهذه الأيونات يمكن تجميعها على الأقطاب وتكوين تيار كهربائي يتناسب مع تركيز هذه المركبات القادمة أو المفصولة من العمود. Nitrogen phosphorus detector advantage useful for environmental testing, detection of organophosphate pesticides, useful for drug analysis, determination of amine containing or basic drugs. FID does not detect common mobile phase impurities or carrier gas. Limited detection هنا طبعا لأن ضفت الألكالاي بيد. MBD is 500 times better than FID in detecting nitrogen and phosphorus containing compounds. MBD more sensitive to other heterocyclic compounds such as sulfur, halogen and arsenic containing molecule. Disadvantage as well FID destructive detector. طبعا هنا هذا من المهم انه احنا بنستخدمه للمركبات العضوية التي تحتوي نيتروجين أو فوسفور. النوع الرابع Electron Capture Detector ECD. طبعا هنا Electron Capture Detector عندما بتصير عملية Capturing of Electrons، عملية أسر للإلكترونات أو مسك. طبعا هنا الفكرة بتعتمد على استخدام Radioactive Material، لذلك احنا ممكن نسميه Radioactive Decay Based Detector. This detector is selected for compounds containing electronegative atoms such as halogens. إذن هذا المركب هذا الديتكتور بيحاول من خلاله طبعا إيجاد طريقة لاستكشاف أو للفحص عن المركبات التي تحتوي على ذرات عالية السالبية الكهربية مثل الهالوجينات. Principle of operations based on the capture of electrons by electronegative atoms in a molecule تعتمد على انه بعض الجزيئات التي تحتوي على ذرات سالبية الكهربية بتحتاج الى الكترونات فبتاخذ الالكترونات هذه. نعم. Electrons are produced by ionization of the carrier gas with a radioactive source hydrogen 3 or nickel 63. طب من وين بتيجي الالكترونات؟ الالكترونات بتيجي من استخدام فويل radioactive. هذول الشكلين radioactive من نيكل 63. عند مرور الموبايل فيز في المنطقة هاي بصير عملية طبعا excitation for the carrier gas ومنه بينتج الكترونات. لذلك هنا بينتج عندي لو كان عندي هيليوم طبعا نتيجة المادة المشعة بصير عملية إثارة لذرات الهيليوم وبينتج عنها طبعا أيونات موجبة من الهيليوم وإلكترونات سالبة. هذه الإلكترونات in absence of solute steady stream of these electrons is produced. طبعا في ظل عدم وجود أي أنالايت أو مركبات عضوية فقط الموبايل فيز في الحالة هاي
طبعا بتصير عمليه الالكترونز، تكون الالكترونز في هذا ستيتي ستيدي ستيت كارنت، ستيدي ستيت كارنت تيار كهربائي ثابت. ليش؟ لانه ما فيش اي كابتشرنج في ظل طبعا اللي هو فلوينج اوف موبايل فيز كومباوند. طبعا الالكترون جوز تو كولكتور الكترود وير دي بروديوس ا كارنت، هذه الالكترونات بتروح على الاقطاب وبينتج عنها التيار الكهربائي. كومباوندز وذ الكترو نيجاتيف اتوم كابتشر الكترون ريديوسينج كارنت. الالكترونات هذه عند وجود العينه طبعا المركبات اللي بتحتوي على هالوجينات او ذرات سالبه عاليه السالبيه الكهربيه بتاثرها بعض، بتاخذ بعض الالكترونات الموجوده في المجال هذا، مما بيؤدي الى ريديوسينج اوف كارنت مرتبط او متناسب مع كميه الانالايت. اذا هنا العلاقه بدها تكون علاقه عكسيه، انه التيار الكهربائي يتناقص مع وجود الانالايت. ادفانتجز يوزفول فور انفيرومنتال تيستينج ديتكشن اوف كلورينيتد بيستسايدز اند هيربيسايدز. طبعا نتكلم عن هالوجينز، المركبات تحتوي هالوجينز. ديتكشن اوف بولي نيوكليير اروماتيك كارسينوجينز، ديتكشن اوف اورجانوميتاليك كومباوندز. ات از سيلكتيف فور هالوجينز ايودين برومين كلورين فلورين اند نيترو اند سلفر كونتينينج كومباوندز. ديتكت بولي نيوكليير اتوميك كومباوندز اند هيدرايدز اند كونجوجيتد كاربونيل جروبس. ذيس ادفانتج This detector is affected by the flow rate. Electron capture detector. طبعا هذا شكل آخر للإلكترون كابتشر ديتكتور. واضح طبعا أشكال أخرى مختلفة بغض النظر، لكن كلهم بآخر بيعطوني نفس الفكر. راديو أكتيف نيكل 63 أيونايز ذا كارير غاز إفلوينت producing a constant current between two electrodes. Highly electronegative or polarizable analyte molecules take up some of the electrons as they pass by. These molecules are much less mobile than the free electrons and thus are less likely to get the collector electrode. Signal varies greatly with polarizability. طيب قد النظر يعني احنا شرحنا فكرة العمل سابقا. خمسة او الديتكتور الخامس اللي هو Atomic Emission Detector اللي هو بنسميه AED، وهذا it has a wide range of use، هذا يستخدم بشكل واسع. طبعا هذا الديتكتور بيعتمد في فكرته على عملية الإميشن للعناصر من خلال وجود طبعا هاي انرجي سورس. في عندنا هاي انرجي سورس طبعا اللي هو وفي عندي الكولوم ان هنا بتيجي عندي العينه مع الموبايل فيز وبتيجي في منطقه البلازما. في منطقه البلازما طبعا في عندي درجات حراره مرتفعه جدا في المنطقه هذه بتؤدي الى اكسايتيشن اوف ديفرنت تايبس اوف اتومز. الديفرنت تايبس اوف اتومز ايا كان، اذا كانت طبعا نيتروجين فوسفورس سيليكون كربون سلفر كربون سيليكون ميركوري فوسفورس كربون برومين الى اخره. طبعا كل واحد لها خط معين انتنسيتي معينه بتكون مناسبه للعمل، نتيجه انه اذا كانت هناك العلاقه خطيه ما بين الانتنسيتي وما بين الكونسنتريشن. اذا هنا نرجع للمكونات، هاي انرجي سورس مع فليمينج او مع بيرنينج سيستم. الراديشن اللي بيطلع عندي بيروح على ميرور وبصير له عملية تحليل من خلال جريتنج ديفراكشن. وهنا في عنا اللي هو فوكال بلين بحدد لي مين العناصر الموجودة عندي باستخدام ديتكتور اللي هو فوتو دايود اري. الفوتو دايود اري طبعا في عندي سيفرال ويف لينكس ومن خلالها بحدد مين العناصر الموجودة في العينة. إذا هدف استخدام الـ AED Atomic Emission Detector هي عملية استكشاف لذرات من خلال عملية انبعاث أشعة هذه الذرات واستقبال الأشعة الناتجة على فوكال بلين أو فوتو دايود أري ديتكتور حتى أحدد مين الأطوال الموجية المحددة أو اللي هو الموجودة. طبعا the AED in details. AED uses atomic emission spectroscopy to detect elements and compounds eluting from a gas chromatograph. إذا فكرة العمل تعتمد على استخدام فكرة مطيافية الانبعاث الذري للعناصر.
هيليوم بلازما فراجمنتس all compounds with the excited atoms producing characteristic emission lines of light. طبعا هيليوم بلازما فراجمنتس all compounds. في عندي بلازما درجات حرارة مرتفعة لما يمر عليها مركبات الناتجة من العمود بعد الفصل بتكسر هذه المركبات وتحولها لعناصر. العناصر هذه بتصير عملية excitation، لذلك بسميها excited atoms producing characteristic emission lines of light. A lens focuses the light onto the entrance slit of the spectrometer. في عندي عدسة بتركز لي الضوء الناتج أو الشعاع الناتجة إلى entrance slit of the spectrometer. Rotating grating varies the elemental light of a spectrum covered by the fixed position photodiode array. طبعا في عندي grating بدها تحلل لي الأشعة الناتجة من نتيجة اللي هو الإميشن للذرات، فبتعمل عملية تحليل وبقدر من خلال اللي هو photodiode array أو fixed position photodiode array أحدد مين العناصر الموجودة عندي. BDA can measure from one to several elements simultaneously. وهذا مهم إنه أنا بقدر أحدد عديد من العناصر بشكل simultaneous. The AAD can detect any number of elements per sample by automatic changing the light spectrum wavelength range focused in the BDA and subsequently making a second injection of the sample or third or more. طبعا هذا شكل آخر. طبعا هنا عندي اللي هو الكولوم أو أيا كان الكولوم أو الراديشن. الكولوم بدها تكون مع العينة وده تيجي في المنطقة هذه، ده تصير هنا بدها تتحول إلى فيبرز ومن ثم إلى أيونز، أو من ثم الذرات تتحول إلى أيونز بدي ينتج عنها طبعا أشعة. ليش؟ لأنه هذا حالة excited state، والexcited state فترة مؤقتة بترجع إلى وضعها الطبيعي. لما ترجع بنبعث عنها أشعة، الأشعة بتيجي هنا على لين، اللين بتجمع لي على الجريتنج، الجريتنج بتبدأ تحلل الضوء. عملية التحليل هذه من خلالها أنا بقدر أحدد إيش العناصر الموجودة عندي حسب الفوتودايود أري. Atomic emission detector is the only commercially available atomic emission detector for gas chromatography. It lets you detect virtually all elements within an within any volatilized compounds. طبعا it transport sophisticated research capability into reliable cost effective instrument that is easy to use and maintain. طبعا الـ AAD نقل الأبحاث في الـ GC نقلة نوعية من أجهزة معقدة إلى أجهزة بسيطة وسهلة وتكلفتها مناسبة. Application area، وهذا مهم، الـ AAD is a versatile instrument which can be used for a large number of applications in different industries like petrochemical industry, environmental analysis, military, high purity gases, semiconductor industry, automotive industry. Features، طبعا خواص او مزاياها، element specific detection of more than 26 elements, equimolar response, low detection limits, qualifications and quantifications, suitable for routine analysis and research, suitable for routine analysis and research, operating up to 450 Celsius, multi-element detection in one GC run, element screening prior to MS analysis, rapid searching for targeting compounds, compound independent calibration. هذه كلها مزايا للجهاز. طبعا في رقم 6 اخر ذكر بنتكلم عنه اللي هو جهاز كروماتوغرافي ماس سبكتروميتر، وهذا طبعا جهاز غالي، غالي الثمن، لذلك صعب توفيره، يمكن استبداله في أجهزة أخرى مثل AAD. طبعا هنا what kind of info can mass spectrometer give you؟ molecular weight, elemental composition, low molecular weight with high resolution instrument, structural info, hard ionization or CID. طبعا parts of mass spectrometer: sample introduction, ion formation, mass analyzer and detector such as electron multiplier tube. طبعا هاي المكونات compounds of a mass spectrometer: sample من العمود, inlet system,
ايون سورس ماس انالايزر ديتكتور، كليتهم هذول موجودين في فاكيوم سيستم. بعدين بنروح على سيجنال بروسيسنج ريد اوت، هاد مكونات ماس سبكتروميتر. طبعا هاي القطعه لعمليه الموائمه ما بين الجاز كروماتوجرافي وما بين الماس سبكتروميتر حتى نروح على الماس انالايزر اللي هو اي اي سورس اندر هاي فاكيوم. هاو داز ات ورك؟ Gas phase ions are separated according to mass, charge ratio, and sequentially detected. يعني بالنسبة للgas phase ions are separated according to their mass, charge. إذا كل الفكرة تعتمد على mass charge. A mass spectrometer, طبعا mass spectrometer detectors GC-MS. A mass spectrometer measures the mass to charge ratio M على Z of ions that have been produced from the sample. Most of the ions produced are singly charged. الشحنة تبعتها واحد. So that mass spectrometrists often speak of measuring the mass of ions when mass to charge ratio is actually measured. طبعا هنا عندي أمثلة. هاي mass spectrometer وهي عندي mass سبكتروميتر. هنا طبعا هذا كروماتوغرام تايم مقابل الايون سيجنال، هذا كروماتوغرام، هنا سبكتروميتر. بنلاحظ انه في الكروماتوغرام العلاقه بتكون بين الزمن بالدقيقه مقابل الايون سيجنال، لكن في السبكتروميتر الاوتبوت تبعنا بيكون ماس تو تشارج ريشيو مقابل الايون سيجنال. طبعا بتشوف بتكون على شكل لاينز، انا بتكون على شكل بيكس. هاي ايون كروماتوغرام اوف سان فلاور اويل. سان فلاور اويل اللي هو زيت عباد الشمس، عملية تحليل له. فالبيك الاولى هذه بتكون للتي ام، وهنا للمكونات المكونة للسان فلاور اويل. جاز كروماتوغرافي has some recent advances in GC. طبعا لها تطورات كبيره، او خلينا نقول حديثا بيشتغلوا على هاي سبيد جاز كروماتوغرافي، بيشتغلوا على ميتشرايزنج اوف جي سي سيستم، بيشتغلوا على كمان مالتي دايمنشنال جي سي. طبعا هذا المالتي دايمنشنال ممكن يشتغلوا تو دايمنشنال جي سي، يعني جي سي جي سي ام اس، يكون في عندي عمودين. جاز كروماتوغرافي ابلكيشنز كواليتاتيف اناليسيس Peak position hyphenated methods. هذا طبعا لما بدي اعمل qualitative analysis بستخدم البيك بوزيشن لعملية التشخيص، وكل مركب كيميائي بتثبيت جميع المتغيرات من موبايل فيز، من فلوريت، من ستيشنري فيز الى اخره. لازم البيك يظهر عند وقت محدد، كل مركب يظهر له بيك عند وقت محدد. الهايفينيتد ميثود عملية ربط ما بين الجاز كروماتوغرافي ما بين بعض الديتكتورز والمستخدمات في عمليات التشخيص، اللي من خلالها انا بقدر احدد نوعيه المركبه. كوانتيتاتيف اناليسز النوع الثاني او التطبيق الثاني، ممكن استخدم البيك هايت كاداه لعمليه التحليل الكمي. احنا بنعرف كل ما زاد التركيز اكيد بدها تزيد، اللي هو البيك هايت او البيك اريا، التنتين بيك هايت. طبعا سابقا شرحنا هذا الكلام في الجنرال concepts of chromatography. طبعا البيك هايت والبيك اريا كل ما زاد التركيز بتزيد، لذلك هناك علاقة عكسية، فبقدر اعمل calibration graph ما بين اللي هو الconcentration والبيك هايت. calibration with standard راح نتكلم عنها في مسألة، احد المسائل. وinternal standard method، هذول النوعين الاخرانيات اللي هم الاكثر استخداما في الجاز الكروماتوغرافي او في الكروماتوغرافي بشكل عام. في عندنا مثال راح نطبقه مع بعض. طبعا هذا المثال بيقول gas chromatographic peaks can be influenced by a variety of instrumental factors. We can often compensate for variations in these factors by using the internal standard method. احنا بنطبق اذا التطبيق الاخير في quantitative analysis اللي هو internal standard method. With this method we add the same amount of internal standard to mixtures containing known amount of the analyte and the samples of unknown analyte concentration. We then calculate the ratio of peak height or peak area for the analyte to that of the internal standard. Construct a spreadsheet. طبعا هذا المطلوب منكم. Construct a spreadsheet to determine the peak height
ratio of the analyte to internal standard and blood this ratio versus the analyte concentration. طبعا واضح من الجدول عندي انه انا هات percent of analyte وبالاخير الانون وهذا عندي peak height of analyte الناتج نتيجة وجود different concentrations وهنا عندي peak height of another different compound internal standard طبعا كميته ثابتة لكن تتغير خلينا نقول السيجنال تبعته بتغير تركيز الانالايت بعد هيك determine the concentration of unknown and its standard deviation لو جينا طلعنا طبعا هنا هذا هو الحل احنا جينا هنا اخذنا الانالايت تركيزه مع الانون اخذنا البيك هايت اوف انالايت والانون واخذنا البيك هايت اوف انترنال ستاندرد والانون جينا عملنا علاقه ما بين البيك هايت ريشيو اوف انالايت مقابل الانترنال ستاندرد فطلعت عندي على القيم هاي احنا بناخذ علاقه بيانيه ما بين برسنتج اوف انالايت وما بين البيك هايت ريشيو اوف انالايت مقابل الانترنال ستاندرد بتطلع العلاقه علاقه خط مستقيم من خلالها بقدر احدد الريجريشن ايكويشن والسلوب والانترسبت طبعا من خلال المعادله الناتجه هان عندي